بقول لك انا مش فاضي بعمل حاجه في التليفون. هي دقيقه والله العظيم مش اكتر. هو انا ما اعرفش اقعد لوحدي ولا ايه؟ انا اسفه لحضرتك، انا لازم اخد مساحتي على فكره. انا اسفه. شكرا. ده ايه الناس دي؟ ممكن اتصور مع حضرتك؟ معلش مش فاضي بقى. معلش هي صورة مش هتاخد دقيقة واحدة بس. أنا مشغول يا حبيبتي، مشغول. صورة واحدة مشغول مش معلش. مشغول حاجة والله. هي دقيقة والله. خلاص يا بنتي خلاص. بتاع حضرتك والله هي صورة. مشغول بقول لك بعمل مسجات. هو بالعافية يعني ولا إيه؟ لا مش بالعافية. ما هو قبلك برضه جه حد وقال أنا عايز صورة، قلت له أنا مش فاضي أنا بعمل حاجة على التليفون. لا. هي صورة وأنا هعمل. يا بنتي مش معنى إن أنا ممثل يبقى أنا أتصور مع كل الناس. ناس كتير كانت بتتابع بحسرة وبتحاول تمسك أعصابها من أول لحظة. طب نعمل إيه؟ أنا في الأول بني آدم. سيبك من فنان، فنان إيه؟ بص يا باشا. اتفضل بقى اقعد مكانك. شرف ليا اتصور. الدعم النفسي مهم جدا. انا راجل حر. حر. انا راجل مش عشان خاطر انا ممثل يبقى انا معرض لاي حد يجي يتصور معايا. في بيتك. ايه؟ اقعد في بيتك. اقعد في بيتي يعني ايه؟ لا ما تطلعش في وسط الناس والناس عايز تصور معاك تحرجك. وانت مالك انت؟ انا مالي بنتي. انا حر. حر. اه حر. حر ببيتكو. هو كلمه بأدب ده قد والله. حتى لو هو زعق يعني حتى لو هو زعق الصوت العالي مفيش اسهل منه على فكره. تعالي صوتك ولا ايه؟ انا حر. علي الصوت. انا حر. ده من سن ابويا. انا حر. سن ابوك؟ اه. وهنا كان لازم نتدخل. اعترف بقوتك. ثواني مش هعطلك غير ثواني. اتعصبت من موقف وبعد ما الموقف خلص انت لغايه دلوقتي لسه برضه متعصب وعمال تجز على ايديك. انا شايف ان هي حريه شخصيه في كان ان هو حابب ان هو يتصور مع حد او لا، ليه برضه مساحته الشخصيه، بس في نفس الوقت كان ممكن بطريقه شيك او اشيك من كده يرفض الموضوع، ما يتكلمش مع بنت صغيره. هو البنت ممكن تكون مش فاهمه، ممكن تكون مش مدركه فكره الحريه الشخصيه او المساحه الشخصيه. وفي الاول في الاخر الناس هي اللي بتديك النجوميه بتاعتك، تمام؟ فانت قاعد في مكان عام، فطبيعي هتلاقي ناس عايزه تتصور معاك، بتحبك، بتتفرج على اعمالك اللي انت بتعملها. ما ينفعش ان انت كفنان المشاهدين بتوعك والفيورز اللي بيتفرجوا عليك هم اللي بيعملوك، فانت ما ينفعش تتنك عليهم بالاسلوب ده. انا حر في شخصيتي. حر في شخصيتي يبقى انا فعلا نزلت مكان في ناس قاعده وفي اسر قاعده، يبقى انا كده ملك الناس دي كلها. انا شخصيه عايزه انفرد بنفسي، اروح مكان ما فيهوش اي حد واقعد بيه مع نفسي.